بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الوصايا، وهي أي الوصية التبرع بعد الموت. الإنسان عنده مال، عنده عقار، عنده أرصدة، ويريد أن يعمل شيئا ينفعه بعد الموت، كالصدقة الجارية مثلا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أولا صدقة جارية مستمرة بعد وفاته، فهذه هي الوصية. وقلنا بأن الوصية لها ضوابط، من ضوابطها أنها لا تكون بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. وحينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد فاتح القادسية، عاده في مكة في فتح مكة، وقد مرض سعد رضي الله عنه وأشرف على الهلاك، واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوصية، وقال: عندي مال كثير ولا يرثني إلا بنية بنت واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالشطر يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثلث، والثلث كثير. فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان من حقه أن يوصي من ماله بعد وفاته بالثلث، وأما ما زاد على الثلث فيحتاج أن يستأذن من الورثة. والاستئذان لا يكون الآن، لأنه لو قال: ما تقولون يا أبنائي، ما تقولين يا أمي، ما تقول يا أبي، ما تقولين يا زوجتي، يا بناتي، قالوا: لا، ما عندنا مالا. لكن ما يكون الاستئذان إلا بعد الموت، لأن بعد الموت يكون المال للورثة. فإذا أجازوا وصية مورثهم بما زاد على الثلث فنعم، وإذا اعترضوا قبلنا اعتراضهم، ولا يكون القبول أو الاعتراض إلا بعد الوفاة. ثم بعد ذلك، لو أن إنسانا عنده من أولاده من هو بحاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كأن يكون راتبه قليل وعنده أولاد وعنده ذر، يعني ناس ملزمون أو ملزم هو بإعاشتهم، ولا يكفي راتبه أو لا يكفي دخله، ونصيبه من الميراث أيضا قد لا يكفي، فلو قال الأب: البيت الفلاني يسكنه فلان مدة حياته، أو ما دام محتاجا، أو قبل أن يتملك، فنقول: هذا أيضا يحتاج إلى إجازة الورثة. فنحتاج إلى إجازة الورثة في أمرين اثنين: ما زاد على الثلث، وفي الوصية لوارث. ونقول أيها الأحباب بأن الوصية تعتبر من الأهمية بمكان. قد ينشغل الإنسان في أمور دنياه، قد ينشغل في تجارته، قد ينشغل في وظيفته،
قد ينشغل في أعماله، لكن أي منا لديه قناعة كاملة بأنه راحل لا محالة، بأنه منتقل من هذه الدار ولا يدري متى؟ فأنا أنصح أي واحد منا أن يكتب وصيته، لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت. يكتب الوصية ويحفظها، فإذا وجدت الوصية ارتاح الإنسان وأراح من بعده. لكن إذا ما كان هناك وصية، قد يرى بعض الأولاد كذا، ويرى البعض الآخر كذا، وترى الزوجة كذا، ويرى الأب أو الابن أو الجد إذا كان وارثا كذا. لكن إذا كتب الإنسان الوصية أصبحت مريحة، قاطعة للنزاع، منهية للخلاف. لو قال أوصيت بالربع لطلبة تحفيظ القرآن، لو قال أوصيت بالخمس لعمارة المساجد وصيانتها، لو قال أوصيت بالثلث لأقاربي المحتاجين، لو قال لو قال إلى آخره، وهو في راحة باله واطمئنان خاطره ينظمها. وما عليه إلا أن يذهب إلى محكمة الأحوال الشخصية، ومحكمة الأحوال عندنا الآن الحمد لله في مكة في عدد من القضاة الأكفاء، عدد من العلماء ينتظرونك أيها الأخ المبارك ليلبوا طلبك لتكتب الوصية التي يكون فيها راحة لك الآن ولمن يأتي بعدك. أنت تريد أن يحج عنك، أنت تريد أن يفطر الصائم، أنت تريد أن يعتمر عنك، أنت تريد أن يبذل للأقارب والمحتاجين وللأيتام والمعوزين وللأرامل والفقراء والمساكين، تكتبها وتضعها لديك، متى جاء الأمر وحل الأجل استفيد منها وأصبحت فيها الخير والبركة. ولا ننتظر إلى مثلا ما حينما يمرض الإنسان، لأنه إذا مرض انشغل بمرضه، إذا مرض انشغل بمرضه وبحالته الصحية. لكن إذا كان صحيحا معافا في عافيته وفي راحة باله وفي اطمئنان خاطره، أمكن أن يوصي بما يكون فيه الخير والفائدة. ولا نكون مثل من ذكرته قبل أيام، قالوا له يعني مريض فاجتمع أحبابه وأقاربه، قالوا أوصي يا أبا مليكة، أوصي يا أبا مليكة، قال أخبروا آل فلان أن فتاهم شاعر حين يقول الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه حضت به إلى الحضيض قدمه. قالوا يا أبا مليكة ما نريد الكلام هذا، أوصي يا أبا مليكة. قال أخبروا آل فلان أن فتاهم شاعر حيث يقول إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. قالوا دع عنك هذا، الرجل في النزع بيموت. قالوا دع عنك هذا وأوصي يا أبا مليكة. قال لمن أوصي؟ قالوا للفقراء. قال أوصيهم بالإلحاح في المسألة فإنها تجارة لن تبور. قالوا دع عنك هذا يا أبا مليكة وأوصي. قال لمن أوصي؟ قالوا للمساكين، للأيتام. قال افعلوا كذا وكذا، وللأرقة قال هم عبيد ما تعاقب الليل على النهار. بدأ من الكلام هذا حتى انت، وهذه تعتبر من القطع الأدبية، من القطع الأدبية، يعني أسلوبها راقي، ويتعجب الإنسان بأن هذا الرجل في النزع ولم يعمل شيئا يكون فيه راحة لباله واطمئنان لخاطره. أوصى للفقر بدل ما يقول الفقر دار ولا معيشة ولا كذا، قال وصيهم بالإلحاح في المسألة فإنها تجارة لن تبر. وأما الأيتام فقال كلمة ما نحب، يعني نقدس هذا المكان عن أن نقوله
وهكذا أيها الأحباب، فأنا يعني أوصي نفسي أولا، وأوصيكم أيضا بأن نفكر في الوصية وأن نعمل على تنظيمها لدى القضاة المعتبرين الذين جلسوا لهذه المهمة ويمكنهم أن ينظموا لك وصية يرتاح لها بالك ويطمئن لها خاطرك، سواء جاء أجلك الآن أو بعد فترة ففيها الخير والفائدة. نقرأ الآن أيها الأحباب، يعني عندما ذكر الشروط في الموصى إليه قال هل هي عند الموت، هل هي تعتبر عند الموت أو عند عقد الوصية، وهذا فيه قول كذا وقول كذا وكلاهما صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وتعتبر هذه الشروط في حال العقد في أحد الوجهين لأنها شروط لعقد، فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود. أعد يا محمد أعد. وتعتبر هذه الشروط حال العقد، يعني أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن لا يكون فاسقا وأن لا يكون غير مسلم. متى تعتبر؟ بين متى تعتبر. نعم. في أحد الوجهين لأنها شروط لعقد فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود. نعم. والثاني تعتبر حال، يعني في قول أنها تعتبر عند كتابتها، والقول الثاني أنها تعتبر حينما نحتاج إليها، وذلك إذا مات الموصي فهل الرجل فاسقا أم زال فسقه، فهل الصغير لا يزال على صغره أم كبر وبلغ، وهكذا. يعني من العلماء من يقول إنها تعتبر حال العقد، يعني وقت كتابتها، فلا يكتب وصية لإنسان وهو على فسقه. القول الثاني قال لا، ما يعتبر هذا، وإنما نعتبرها حال الموت إذا احتجنا إليه، أما قبل ذلك فلا. نعم. لأنه حال ثبوت الوصية ولزومها فاعتبرت الشروط فيها كالوصية له، ولأن شروط الشهادة تعتبر محمد لا تستعجل شوي شوي. نعم. لأنه حال ثبوت الوصية ولزومها فاعتبرت الشروط فيها حال ثبوت الوصية ولزوم الوصية متى؟ عند الموت. لكن قبل ما يموت لو كتبها الآن ولا مات إلا بعد 30 سنة، إلا بعد 40 سنة، إلا بعد 50 سنة، فلا أثر لها ولا قيمة إلا إذا قالوا فلان مات، حتى ولو كان في غيبوبة، حتى ولو كان في العناية الخاصة، لو جعل العناية الفائقة، لو جلس سنوات ما تنفذ الوصية إلا إذا صدر، يعني صدر قرار بأن فلانا قد مات. نعم. فاعتبرت الشروط فيها كالوصية له، ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائها لا عند تحملها فكذلك. طيب لحظة أبا فهد، اقرأ العبارة يا بني. ولأن شروط الشهادة، اقرأ يا بني، ولأن شروط الشهادة تعتبر. نعم. يقول للشيخ علي لا، اقرأ يا بني العبارة واشرحها. ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائها لا عند تحملها. الآن في بين اثنين معاملة، واحد باع على ثاني مبلغ بكذا كذا، وأرادوا أن يشهدوا على البيع، فاختاروا شخصا أشهدوه وكان غير ثقة والتزم بأدائها، هذا الشخص وهو غير الثقة هداه الله ورجع إلى الرشد والصواب، فتنازع البائع والمشتري وأقاموا قضية وطلب القاضي البينة، فأحضروه بعد أن عاد إلى رشده ورجع إلى صوابه وتاب إلى ربه، فنحن نقبل شهادته. بينما عند التحمل لو حصل نزاع وأحضروه فالقاضي لا يقبل شهادته لأنه غير مؤهل،
بعض القضاة يعني عندهم ما شاء الله طريقة فذة، يؤتى بالشخص وينظر من ملامحه أنه غير مؤهل، فلا يمكنه أن يقول لا ما أقبل شهادة فلان، ما أم ولا أريد شهادته، وإنما يقول زيدونا بشاهد، زيدونا بشاهد. فأحد يعني الشعراء الكبار يعني أهل البيان وأهل المعرفة شهد، ورد القاضي شهادته ولم يفصح بردها، فقال زيدونا بشاهد. فذهب هذا الشاعر النس قال إنه قبل شهادتي، قالوا لو قبل شهادك ما قال زيدونا بشاهد، أليس كذلك؟ وإنما قال زيدونا بشاهد لأجل ألا يجرح الشاهد أمام الناس وهو غير مطمئن إليه. فهذه قضية يا أبا فهد، قضية بواحد باع على الثاني بيت وبمبلغ كذا ودفع من المبلغ كذا، وأشهدوا شخصا أو شخصين لكن من ضمنهم واحد ليس مؤهلا، ليس ممن تقبل شهادته، وبعد سنوات هداه الله عز وجل ورجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب وأصبح من الأخيار. فأقام أحد الخصمين قضية فطلب فأحضروه، أحضروه متى؟ بعد أن عاد وتوفرت فيه الشروط عند الأداء، بينما كان عند التحمل غير سليم. واضح؟ نعم. فكذلك ها هنا، ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت، ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية إليه. طيب وش معنى هذه يا شيخ بكاي؟ يعني هو عند الوصية ممتاز، عند الوصية ثقة ومرضية الأخلاق ومرضية الشهادة وكذا وكذا، ثم بعد ذلك اقترن بأهل السوء وأهل الباطل وجاء ليشهد، أصبح الآن هو لما تحملها كان ممن يقبل شهادته، لكن عند الأداء غير مؤهل نقول بطلت شهادته كذا. نعم، بطلت الوصية إليه لأنه يخرج بذلك عن كونه من أهل الولاية. فصل. الآن مسألة وهي من الأهمية بمكان، بدل ما أقول أوصيت لأبي فهد أقول أوصوت لأبي فهد وللشيخ علي، ليتعاونا ليتكاتفا ليتساعدا لأجل ألا ينفرد أحد منهما برأي دون الآخر. فهذا إذا جعلت اثنين من حقي أن أقول مع اجتماعهما، يعني ما ينفرد واحد دون الثاني، ومن حقي أن أقول أيهما قرر هذا فينفذ، يعني أجعل يعني الوصية لهما إما أن تكون مشروط فيها الاقتران بينهم، وإما أن أجعل أن كل واحد من حقه أنه يبيع، يعني مثلا جعلت وصية اثنين، أنا عندي عقار في المدينة وعندي عقار في مكة، اللي في المدينة يبيع في المدينة ولا يشاور أحد، واللي في مكة يبيع ولا يشاور أحد، إذا جعلت لكل واحد منهما الانفراد. وإذا قلت مجتمعين فسواء كان في المدينة أو في مكة لابد أن يجتمع ويتعاضد ويتكاتف ويتساعد ويوافقان عليه جميعا كالوكالة. الوكالة يعني يمر بنا، يعني كان في المحكمة يمر بنا مثلا أحد الأخوان أو أحد يوكل ولده أو يوكل اثنين من أولاده، أحيانا يقول مجتمعين وأحيانا يقول منفردين، إذا قال مجتمعين فلا بد أن يأتون كلهم لأنهم كلهم وكلاء، لازم ما يقر واحد دون الثاني، وإذا قال منفردين فيمكن اليوم يجي الشيخ أبو فهد وبكرة يجي الشيخ علي وهكذا، يعني لأن كل واحد منهم عنده صلاحيات. نعم. ويجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود، لأن السلف رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، هذا يعني روى ابن مسعود
ابن مسعود رضي الله، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، اوصى لمن؟ اوصى للزبير ولابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير، فكلهم اوصى لهم جميعا، فيجوز الوصيه لشخصين، ويحدد في يعني التفويض اما ان يكون مجتمعين، يعني يشترط ان يكون مجتمعين، والا ايهما اتى يؤدي الغرض. نعم. لما روي ان ابن مسعود كتب في وصيته ذكرنا ايها الاحباب بان عبد الله بن مسعود الهذلي من الصحابه الكبار، وله مزيه عظيمه، وارتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم في ايام الدعوه، وكان رابع اربعه، يقال كان رابع اربعه، فكان يعني هو هذلي، ونعرف ان مساكن هذيل قريبه من عرفات، قريبه من عرفات في الطريق الى الطائف. فيقول رضي الله عنه: جئت مع عمومتي الى مكه لشراء بعض الحاجيات، وكنا بحاجه الى عطر. يقول جينا مكه، مكه مشهوره بالعطر، سالنا العطر الزين عند من؟ قالوا العطر الزين في مكه تلقونه عند العباس ابن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال له أبو الفضل. قلنا لهم: وين نحصل العباس؟ قالوا: تحصلونه في الحرم في زمزم، لأن العباس كان هو المسؤول عن ماء زمزم، يسقي الحجاج ويقدم لهم الماء. يقول: ذهبنا إليه وجلسنا معه، ونظرنا إلى باب من أبواب الحرم، ودخل رجل في غاية الهدوء والسكينة والوضاعة والأدب الجم والهدوء العظيم، ومعه امرأة أيضا محتشمة في غاية الأدب، ومعهم طفل صغير ما يعبث، ولا معهم طفل صغير في غاية الهدوء أيضا، يعني هادئ الحركة، وليس لديه يعني مثلا تصرفات خاطئة. يقول: تعجبنا، قلنا له: يا أبا الفضل، من هذا؟ قال: هذا ابن أخي محمد. طيب الحرمة اللي مياه منه؟ قال: الحرمة هذه زوجته خديجة. والطفل اللي وياهم منه؟ قال: الطفل اللي وياهم ابن أخي الثاني علي بن أبي طالب. يقول: من ذلك اليوم ارتبطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينما أخبرني العباس بأنه على دين لا يوجد في مكة إلا هؤلاء الثلاثة. يقول: ارتبطت معه، وكان عليه الصلاة والسلام يقدره ويجعل له مكانة فذة دون غيره، حتى يقول من تكريم الرسول عليه الصلاة والسلام له، يقول: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. بمعنى أنه بدل ما يقول له يا عبد الله، بدأ يقول له يا أبو عبد الرحمن، قبل أن يتزوج وقبل يكون عنده عيال، وهذا من باب التقدير والاحترام. كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي، لأن هذا يعني الكنية علم، فالعلم قد يكون اسم، وقد يكون كنية، وقد يكون لقب. اسم مثل محمد وعلي وخالد، وكنية أبو عبد الرحمن وأبو بكر وأبو كذا وأبو موسى، ولقب الأستاذ الشيخ الدكتور يعني المعلم إلى آخره. هذا هي العلم ثلاثة: اسم وكنية ولقب، كما ذكره ابن مالك رحمه الله. نعم. إن مرجع وصيتي إلى الله، ثم إلى الزبير وابنه عبد الله. ثم إلى الزبير وابنه عبد الله. يقول إنها يعني وكلتها إلى الله، فهو الذي يدبر الأمر ويحفظه ويصونه. ثم إلى فلان، إلى الزبير ابن العوام، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الله، ليتصرفوا في وصيتي وينفذوها على الوجه الأكمل. نعم. ولأنها استنابة في التصرف فجازت إلى اثنين. استنابة في التصرف، فهو في حال حياته هو الذي يقوم بها، بعده إلى الزبير ولده. عد إذا كانوا مجتمعين
أو منفردين على حسب ما يقوله الإنسان. والآن نقول أيها الأحباب إذا أراد الإنسان أن يوصي يقول فلان ثم فلان أو فلان وفلان، لأنه إذا قال فلان وفلان فهم يكونون مجتمعين، وإذا قال فلان ثم فلا يكون للثاني إلا بعد موت الأول أو عزله. نعم. وعلى العموم فإني آمل من إخوتي الأكارم التفكير الجيد في هذه المسألة، فإن الإنسان إذا كتب وصية وحفظها لديه أراح نفسه وأراح من يأتي بعده، لأنه قد يأتيه الأمر عاجلا وقد يأتيه في وقت ليس عنده مجال للكتابة، يكتبها ويدع. ثانيا هي الغير ملزمة، يعني الوصية لو كتبها غير ملزمة، يعني يمكن كتبها اليوم وبعد 10 سنين مد الله في عمره ورأى أن يبدل، ورأى أن يعدل، ورأى أن يزيد، ورأى أن يضيف، من حقه ذلك، لأن الوصية قلنا عقد جائز وليست لازم، عقد جائز وليست لازم. نعم. كالوكالة ويجوز كالوكالة، الوكالة أنا وكلت مثلا الشيخ عثمان وبعدين رأيت أن الشيخ عثمان يشق عليه، أكلت بعده أو مع الشيخ عثمان الشيخ بكاي، فقلت هما وكيلان عني، فإذا قلت أحدهما يكفي فأي واحد أخذ الوكالة يروح ويمثلني أمام القضاء، وإذا قلت مجتمعين يعني أو للبيع أو للشراء فلا بد من اجتماعهما. نعم. ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعا وإلى كل واحد، يعني البيع لهما جميعا والشراء لهما جميعا، هذا جائز، وأن يجعله لواحد منهما منفردا، أي منهما فعل فعمله جائز وحكمه أو تصرفه نوافق عليه. نعم. وإلى كل واحد منهما منفردا، لأنه تصرف مستفاد بالإذن فجاز ذلك فيه كالتوكيل. كالتوكيل، التوكيل كلنا نعرف، أنا وكلت مثلا الشيخ علي ثم وكلت الشيخ عبد الله، قلت أنتما جميعا أو أحدكما، فهذا جائز. والوصية كذلك، قال عبد الله الزبير بن العوام وابنه عبد الله، كل منهما ثقة يمكن أن يعهد إليه بها. نعم. فإن جعله إلى كل واحد منهما فلكل واحد أن ينفرد بالتصرف والحفظ، فإن ضعف أو فسق مات أو مات فالآخر على تصرفه، يعني جعل الاثنين، واحد ضعف مريض صار ما يقدر يروح للمحاكم أو مات، الثاني يعدي المهمة، الثاني لأنه جعل التصرف ليس لهما جميعا، أما إذا كان لهم جميعا ومات أحدهما فلا بد واحد ينوب عن الميت، لكن إذا كان على انفراد فإذا مات أحدهما الثاني يستمر في تصرفه. نعم. فالآخر على تصرفه ولا يقام غير الميت مقامه، لأن الموصي رضي بنظر هذا الباقي، وإن جعل التصرف إليهما جميعاً. نعم. إليهما جميعا أو أطلق إليهما لم يجعل لأحدهما الانفراد لم يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف لم يجوز لأحدهما الانفراد، لأنه جعل معه شخص فليس له أن ينفرد. نعم. لأنه لم يرضى بنظره وحده، وإن فسق أحدهما أو يعني صار عنده شيء من الانحراف من التساهل في عدم الانضباط. نعم. أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، أقام الحاكم مقامه أمينا، والمقصود بالحاكم هنا هو القاضي الشرعي. نعم. لأن الموصي لم يرضى بنظر أحدهما ما رضي بنظر واحد، قال فلان وفلان، الثاني مات معناه ما بقى إلا واحد، الموصي ما رضي بواحد فيأتي الحاكم ويأتي بدله، وإذا أمكن من الأسرة من العائلة يقول رشحوا لي من ترون لأجل ألا يحصل بينهم نزاع،
فيرشعون واحد ويعتمده القاضي. نعم. وليس للحاكم أن يفوض الجميع إلى الباقي لذلك، وإن ماتا معا فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد؟ فيها وجهان. إذا ماتوا جميع، هو وكل اثنين وماتوا جميع، نقول هذا ولا انتهوا، أصبح الوقف أو أصبحت الوصية بدون أحد، القاضي يمكن أن يعين واحد ويكفي يعدل، لأن الاثنين اللي عينهم صاحب الوصية مات، فيجوز للقاضي أن يعين شخصا ويلزمه بالعمل بما كان يقوم به الأول والثاني. نعم. أحدهما يجوز لأن حكم وصيتهما سقط بموتهما، فكان الأمر إلى الحاكم كمن لم يكن له وصي، والثاني لا يجوز لأن الموصي لم يرضى بنظر واحد. نعم. وإن اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظريهما. نعم. لأن الموصي لم يرضى بأحدهما. نعم. فلم يجز له الانفراد به كالتصرف. كالتصرف، كما أنه البيع ما يبيع وحده والتاجير ما يأجر وحده، كذلك التصرف ما يتصرف وحده، وإنما يتصرفان جميعا. نعم. وإن أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد خرجت الأول. نعم. أو ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية له. نعم. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل الباقية في درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا نماذج للأسئلة. أحد الإخوة يقول كثيرا ما يحصل لنا في صلاة المغرب في شهر رمضان المبارك أن يبقى طعم الإفطار من التمر أو غيره أثناء صلاة المغرب وقد ينزل مع الريق إلى الحلق، فما الحكم؟ نقول لا يؤثر إن شاء الله، ويحاول الإنسان أن يبلع إذا كان في فمه طعام أن يبتلعه وينتهي. وآخر من الإخوة يقول مواعيد دروسنا في رمضان، نقول ستكون بعد العصر إن شاء الله بين العصر والمغرب، لأجل أن يتمكن الطلبة من الإفطار خارج الحرم، من أراد أن يفطر خارج الحرم ويكون في السعة لإخواننا المعتمرين والزائرين. أحد الإخوة يسأل وهو من الأهمية بمكان، يقول هل يصح تأخير غسل الجنابة في رمضان حتى طلوع الفجر؟ نقول نعم. جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فمعنى هذا قد يستيقظ الإنسان متأخرا والوقت لا يتسع للتسحر ولغسل الجنابة، فإن اغتسل طلع عليه الفجر وهو لم يتسحر، والسحور يتقوى به على الصيام والعبادة، وإن تسحر طلع عليه الفجر وهو جنب، نقول لا حرج أن يطلع الفجر وهو جنب، حيث بصريح الحديث الذي استفتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، يعني يطلع علي الفجر وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فالإنسان لو مثلا استيقظ الساعة 4 والأذان على 4:15، ربع ساعة يتناول السحور ثم يغتسل ويذهب للصلاة يمدرك الصلاة في وقتها، بينما لو اغتسل قد يجد الماء غير جاهز، قد يجد مثلا الخزان ما في ماء، قد ينشغل ثم يؤذن المؤذن وهو لم يتسحر، والسحور بركة، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالغداء المبارك اللي هو السحور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.